صباحا الثالثة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري جديد من القاهرة، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أهمية تجاوز أي معوقات بشأن مفاوضات سد النهضة بهدف التوصل لاتفاق يحقق آمال وتطلعات شعوب الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا، وذلك في إطار إعلان المبادئ الموقع بينهم. وأعرب الجانبان خلال اتصال هاتفي عن تطلعهما نحو دعم الجوانب المتعددة للعلاقات الثنائية بين البلدين. قالت وكالة الأنباء السورية إن انفجارا وقع بسيارة مفخخة استهدف السور الجنوبي لسجن الحسكة والذي يضم أعدادا كبيرة من أخطر قيادات تنظيم داعش. يأتي الانفجار والذي يعد الثاني من نوعه خلال ساعات كإشارة على عودة تنظيم داعش إلى الظهور بالتزامن مع استمرار العدوان العسكري التركي في شمال سوريا. وأظهرت مقاطع مصورة فرار عدد من عناصر تنظيم داعش بعد هجمات على السجون والتي يقبعون فيها. أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر أن العدوان التركي على سوريا يقوض الاستقرار بالمنطقة داعيا أنقرة إلى وقفه. وكشف أسبر خلال مؤتمر صحفي عن أن الولايات المتحدة سترسل قوات إضافية إلى السعودية لمساعدة المملكة على تعزيز دفاعاتها في أعقاب هجمات أرامكو، متهما إيران بالوقوف وراء تلك الهجمات. وفي تونس طالب المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية نبيل القروي بتشكيل محكمة مختصة للنظر في قضية الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية. وأكد في مناظرة تلفزيونية مع منافسه قيس سعيد أنه سيعمل على جذب المزيد من الاستثمارات إلى تونس في حال فوزه. من جهته أعرب المرشح الرئاسي قيس سعيد عن رفضه وجود أي جهاز خارج إطار الدولة، وشدد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع بدون استثناء. أعلن الرئيس الأمريكي أن بلاده توصلت إلى اتفاق تجاري مبدئي وصفه بالمهم مع الصين، يشمل الملكية الفكرية والخدمات المالية ومشتريات كبيرة من المنتجات الزراعية. وأوضح ترامب في تصريحات صحفية عقب محادثاته مع نائب رئيس الوزراء الصيني أن الاتفاق سيستغرق ما يصل إلى 5 أسابيع للتوصل إلى الصيغة النهائية. بهذا نصل لنهاية هذا الموجز الإخباري. لمزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.